نصيحتي لكل واحدة بتشتري ملابس رياضة هي أنه لبس الرياضة لازم يكون مريح، قماش الرياضة لازم يكون مناسب، لأنه مع الرياضة الواحدة بتعرق كتير، اللبس بيتغسل كتير، فلازم يكون من نوعية جيدة. وغير كده ما هو مهم شكل اللبس أو لونه على قد ما هو مهم أنه يكون جداً مريح ومناسب لنوع التمرين اللي حتسويه.